صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جميل بجمال القلوب ونقائها، والصباح يرافقه كل الخير بإذن الله، صباح تتآلف به الأرواح بالمحبة، وأكيد صباحنا بيكون مختلف نقضي بصحبتكم في برنامجكم برنامج صباح الشرقية، هذه المجلة المتنوعة والمتميزة والمستجدة والمتجددة بمواضيعها وفقراتها، فنتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة طوال هالساعة اللي بترافقونا فيها. فبداية لازم نصبح على عمر، عمر صباح الابتسامة. أو مو بلازم عادي. صباح الشرقة بالخير يا عاشور، صباح النور والسرور. صباحنا اليوم مختلف، صباح نطل فيه على كل من يتابعنا عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء، وبالتأكيد نقدم له هم هذه السعادة، ونقول بأن دائما الصباح يبدأ بسعادة لكل مبتسم في وجه الحياة. مشاهدي الكرام، اليوم سوف يكون لدينا الجديد لنقدمه لهذا الصباح، وبالتأكيد برفقة ضيوف أكارم راح يشرفونا لهذا اليوم في صحيح. إذا مشاهدينا دائما نستهل حلقتنا بمعرفة العناوين، فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا بالعناوين. جولة صباحية في سوق السمك بمدينة خرفكان. الاحتفاظ بالطابع التراثي القديم في المطاعم. وأخيرا خدمات فرق الإنقاذ الشاطئية بمدينة كلباء. إذا مشاهدينا كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم، حلقتنا اليوم بتكون متميزة ومستجدة ومتجددة مثل ما ذكرت من ناحية المواضيع والفقرات المتميزة واللي دائما يسعى لها فريق العمل، فنوجه لهم إن شاء الله تحية في هذا الصباح. ودائما مشاهدينا ما نستهل فقراتنا أو حتى أولى فقراتنا بمعرفة الأخبار المحلية المتعلقة بإمارتنا الجميلة إمارة الشارقة وباقي إمارات دولتنا الحبيبة، ودائما عمر يكون مجهز لنا مجموعة من الأخبار مبشرة في الحقيقة، وال والجهود ايضا اللي دائما تكون مبذوله في اماره الشارقه. صح، يعني مجهز لنا اليوم. اليوم عاشه، يعني اتوقع الاخبار راح تتلخص لاعمال خيريه، تتلخص في مبادرات جميله من المؤسسات الحكوميه في اماره الشارقه. وهذا ما تعودنا عليه في اماره الشارقه. بالطبع. صح. فلذلك نبدا خبرنا الاول من صحيفه الخليج، حيث قامت مؤسسه اراده للتطوير بارسال اكثر من 1000 قطعه من المعدات الطبيه الضروريه الى ولايه كيرلا الهنديه، وهذا لدعم جهود الحكومه المحليه في مكافحة تبعات جائحة كوفيد-19، وقد تم إيصال هذه التبرعات العينية من جانب المطور العقاري المبتكر في إمارة الشارقة عبر المبادرات التي أطلقتها حكومة ولاية كيرلا، وهذا لدعم ومساعدة سكان الولاية للتغلب على آثار الجائحة. تتضمن المعدات أجهزة التنفس الصناعي من نوع دراجب سيفينا، وأجهزة التنفس الصناعي المحولة من نوع EV300، وأيضا مكثفات الأكسجين وأجهزة قياس التأكسد النبضي من نوع ستار، وأيضا بقية إجمالية تبلغ 500,000 درهم إماراتي أو ما يعادل 10 ملايين روبية هندية. وأيضا قد تم إطلاق مبادرة الدعم الطبي بعد دعوة خاصة من بينراي فيجان، وهو رئيس وزراء ولاية كيرلا، والذي طلب من الوافدين من سكان الولاية حول العالم دعم أهلهم، وهذا لمواجهة التداعيات الخطرة لجائحة كورونا. تأتي هذه المبادرة كذلك بدعم من جمعية مواطني كيرلا من غير المقيمين في الولاية، والتي تأسست للتنسيق بين المواطنين والمقيمين في الخارج وحكومة الولاية. إذن دعم ولاية كيرلا في الهند بالتأكيد هي صحيح. تأتي ضمن إطار النخوة العربية، يعني لما نشوف إمارة الشارقة دائما تتصدر في الأعمال الخيرية، تتصدر في إعطاء من يحتاجون وتمد لهم يد العون، هذا دائما ما صحيح. يعني تعودنا أن نراه في إمارة الشارقة، وأيضا من قيادتنا الرشيدة في الإمارة الباسمة. صحيح، من بلد الإنسانية نقدر نقول، بلد زايد الخير، بلد صحيح. الخير بكافة أنواعه وكافة مجالات. هناك الكثير من مبادرات سواء كانت محلية أو أيضا الدولية. صحيح. بالفعل هناك في نخوة، هناك في تعاون، هناك في ثقافة سائدة سواء كانت محلية إلى جانب أنها كونها أيضا دولية، وهذا ليس بالغريب على إمارة الشارقة. يعني هناك العديد من المؤسسات، ومنها مؤسسة القلب الكبير. صحيح. هذه المؤسسة الرامية لمناصرة الأطفال واللاجئين، إلى جانب أيضا المؤسسات اللي تكون متخصصة في الجانب الإنساني بكافة دول العالم بكافة أيضا مجالاته. صحيح.
أما انتقال عاشة إلى خبرنا التالي أيضا من صحيفة الخليج، حيث انطلاق دورة أصدقاء الشرطة بنسختها 34 عن بعد. وفي تفاصيل هذا الخبر، انطلقت أمس الأحد الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة بنسختها 34 لهذا العام عبر خاصية الاتصال المرئي بمشاركة 116 طالبا وطالبة من مختلف إمارات الدولة، وبتنظيم من إدارة الإعلام والعلاقات العامة وأكاديمية العلوم الشرطية التي تستمر حتى 15 من يوليو تموز الجاري. وقال المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة الشارقة، جاء تنظيم الدورة الصيفية هذا العام من خلال حزمة متنوعة بين المحاضرات وورش العمل التثقيفية في مجال الأمن وخدمة الوطن والمجال الاجتماعي والمروري والصحي وغيرها الكثير من المواضيع. وتمثلت عناوين المحاضرات في أخذ الحذر وتجنبه، وأيضا بعناوين نفديك بالأرواح يا وطن، ومخاطر الاسكوتر والصلاة والعبادة، وبالوالدين إحسانة، والصداقة وأصدقاء السوء، وصحتي في بيتي، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وأسبح بأمان. وأوضح بأن برنامج أصدقاء الشرطة يستهدف الفئات الطلابية نظرا لأهمية توعية وترشيد وتثقيف هذه الفئة من المجتمع، ويكمن دورنا كجهات شرطية في الحفاظ عليهم وشغل وقت فراغهم بما ينفعهم وغرس قيمهم بالولاء لهذا الوطن والدفاع عنه وحمايته وإكسابهم بعض المهارات العسكرية. وكما أكد المقدم عبيد عبد الرحمن العسم رئيس قسم شؤون التدريب في أكاديمية العلوم الشرطية الحرص على استمرار هذا التنظيم لهذه الدورة الصيفية رغم تأثيرات الجائحة، مشيرا إلى أن الدور الهام للأكاديمية الذي يتولى بالجانب التدريبي في هذه الدورة الصيفية سواء في التدريبات العسكرية أو الضبط والربط العسكري وبرنامج اللياقة البدنية والدفاع عن النفس إلى جانب الإسعافات الأولية. القيادة العامة لشرطة الشارقة وانطلاق دورة أصدقاء الشرطة، يعني كل عام يعني أمانة يبهرون بما يقدمون للطلاب، لما يقدمون لمنتسبي هذه الدورة من ورش، من برامج، من أيضا عناوين جميلة تضمنت السلوكيات، بعض من المبادرات، بعض من الأمور المهمة التي يحتاجها أمانة الطالب كي يتقدم في حياته ويعرف ما هو الصح وما هو الخطأ. صحيح، يعني عمر صحيح أنه هنالك في جائحة، لكن المعلومة والنصائح والإرشادات لم تتوقف في إمارة الشارقة. صحيح. فالدورات مستمرة، ومنها دورة أصدقاء الشرطة، هذه الدورة المهمة في الحقيقة، يعني من يوم نحن صغار نسمع أصدقاء الشرطة هذه الدورة أو هذا البرنامج اللي يعلم الطلاب والأطفال الانضباط، بعض العادات الصحيحة والاستغناء عن العادات السيئة. هنالك في أمور كثيرة، هنالك في برامج كثيرة، أنشطة كثيرة، وحتى ولو كانت عن بعد من خلال البرامج الافتراضية مثل ما ذكرت عمر، يعني هنالك في رياضات ممكن تكون خاطئة، عادات خاطئة، في مثل هذه البرامج تكون هنالك فيه تصحيح لبعض هذه المفاهيم أو حتى العادات الخاطئة لدى الطلاب. فمن هنا يأتي دور ولي الأمر بكيفية تعليم أبنائهم الاستغلال الأوقات الصحيحة وأكيد اللي تخدمهم وتعود عليهم بالمنفعة طبعا. وأكيد مبادرات شرطة الشارقة لا تنتهي وفيها الكثير من التفاصيل، وهذا ما سنعرفه في خبرنا الأخير والثالث من صحيفة الخليج، حيث شرطة الشارقة تطلق حملة أعطي المشاة حقهم. وفي تفاصيل هذا الخبر، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة المرور والدوريات حملة مرورية توعوية أعطي المشاة حقهم، واعتبارا من مطلع يوليو الجاري لمدة شهر لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة. وقال الرائد عبد الله المنذري رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة بأن الحملة تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري، وأوضح بأن الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور تشير إلى أن وقوع 22 حادثة مرورية بإصابات متفاوتة بسبب العبور الخاطئ على طرقات الإمارة، وهذا خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر. ومن العام الماضي كانت أيضا هناك بعض من الحوادث التي كانت من شأنها أن يتفادها الشخص في اتباع إشارات المرور. صحيح. إذن عاشة، أتوقع يعني التزام السائقين
في أن يعطوا المشاة حقهم هذا أمر جدا مهم. صحيح. والتزام أيضا الأشخاص اللي عابرين هذه الإشارات المرورية وهذه الخطوط للمشاة بالمسارات المخصصة لعبور الأشخاص من اتجاه إلى آخر أيضا هو من الأمور المهمة. اليوم حتى يعني ثقافة عبور الأشخاص من هذه الإشارات للمشاة يجب أنها تكون بشكل أكبر ومكثف في توعية. صحيح. الناس يعني اليوم حتى لو كان عبور المشاة فاضي ما في أي حد، لابد من أن المركبات تخفف من سرعتها. صحيح. لما وحتى لما تكون هناك في إشارات للمرور يجب طبعًا أن تتوقف هذه المركبات حين مثلا ممكن أن الواحد يمر عبر هذا الخط. صحيح. أو حتى هذا المكان المخصص. فمن هنا يأتي دور الثقافة، فيعطيهم العافية عن القيادة العامة لشرطة الشارقة دائما جهودهم دؤوبة في نشر الثقافة الأمنية، الثقافة المرورية. صحيح. وأيضا الجميل أيضا تكاتف جميع الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات لغرس هذه الثقافة أو حتى نشر هذه الثقافة سواء كانت أمنية صحية وغيرها من الأمور. ممتاز. تخفين عند المشاة ضروري تخفين. هذا أخف، وحتى أني أحيانا في بعض الأحيان أوقف. يا سلام. يعني حتما حتى أنا ممكن من النوع المتخوف شوي عمر. يا سلام. فدائما أكون حريصة بالفعل. محمد صالح، يعني محمد صالح المصور فيأشر لي، فبالفعل يعني حتى على فكرة أن أنا ولله الحمد يعني خلال سنة كاملة ما كانت عندي ولا مخالفة مرورية. ما شاء الله. هي. فدائما أكون خاصة بالنسبة للمرور والسير والقيادة دائما أكون حريصة حفاظا على صحتي وسلامتي وأيضا صحة وسلامة الأشخاص وأرواحهم. إن شاء الله تكونين قدوتنا عاشة. لا ما شاء الله عليكم، كلكم فيكم الخير والبركة. إن شاء الله نتمنى ذلك. طيب الآن نروح معاكم مشاهدينا نشوف درجات الحرارة. طبعا كان الحمد لله من الصبح بعض المناطق مبشرة اللي فيها غيم، بعض من المناطق اللي فيها أجواء ما شاء الله يعني نوعا ما منخفضة فيها درجات الحرارة، فلذلك راح نشوف معاكم التوقع لحالة الطقس ودرجة الحرارة لهذا الصباح. إذا مشاهدينا كانت هذه درجات الحرارة لليوم في المنطقة الشرقية. صحيح. وباقي مدن الإمارات، دولة الإمارات بالفعل أجواء مبشرة، ونأمل إن شاء الله أن تدوم هذه الأجواء ونكون هنالك في هطول الأمطار. يعني بالأمس كانت بالفعل أجواء جميلة تشهد المنطقة الشرقية بالتحديد، يعني مدينة كلباء حتى تقريبا معظم أهالي مدينة كلباء كانوا متواجدين. صحيح. بالقرب من الشاطئ أو حتى في الشاطئ كورنيش مدينة كلباء للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة. صحيح. فيعني الأجواء هي دور كبير لطاقتنا. طاقة إيجابية على فكرة، لأن نحن نحس في سعادة. فإن شاء الله هناك هطول للأمطار في الأيام إن شاء القادمة. الله. والحين محمد مشاهدينا خلنا نروح للزميل محمد النقبي في جولة بعرفنا على آخر الأسعار في سوق السمك بمدينة خرفكان. خلونا نتابع محمد وبنرجع لكم. نصبح عليكم مشاهدينا الكرام وصبح على زملائي في الاستديو. تواجدين اليوم في سوق السمك في مدينة خرفكان، ومثل ما تعودنا من خلال هذه الفقرة ناخذ جولة ونتعرف على الأسعار لهذا اليوم. بالبداية طبعا اليوم بمنصور قبل أن نبدأ التصوير كان يخبرني بأن الأسعار اليوم مرتفعة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. بمنصور صبحك الله بالخير. نور والسرور، هلا والله. ما شاء الله اليوم خبرنا شو عندك اليوم يا أبو منصور. واللي عمرك حصلنا اليوم الشعري والغزال، لأن البحر اليوم مضطرب مرتفع الموي ومنعوا الصيادين وردوهم. أما عندنا يعني مجموعة يعني متبقية من أمس
الهامور، عندي السندكان، عندي يعني نقدر نقول اليوم بسبب الاجواء الحاليه تم منع الصيد اليوم، فالاسعار شويه ارتفعت الاسعار. نعم. بس لنوعين بس من السمك عندي ارتفعت. نعم. الاسعار عندهم، بس انا برفع نوع الشعري بس، اما الغزال لا، انا مطرش فيه سعر الحبه ب 60. على كم الغزال عندك؟ 60. 60. ايه. الغزال على 60. 60 درهم. وبعد عندك؟ الصال 25 اللي مبيت يعني، الشعري من امس جديد، وش اسمه؟ المن ب 70. من ب 70. لكن اليوم الشعري ب 120. 120 هناك. ايه. عندنا اللي قلنا ارتفع سعره. اي نعم. ب 100؟ ب 120. ب 120. وعندي الهامور ب 45، والكنعد عندي بالحبه ب 160. والسندكان هذا الاحمر عندي الحبه ب 80. منصور تعالوا يعني شوف عندك الشعري اللي سمين ما شاء الله اليوم. سمين الشعري. عندك اليوم سمين الشعري. لاحظ مشاهدينا الكرام اليوم عندنا الشعري. مره ثانيه على كم ابو منصور؟ على الكيلو على 30، اليوم المن 120. الكيلو على 30 والمن 120. 120. المن هو ال 4 كيلو. بالنسبة لنا الشعر اللي مال أمس في الليل المن ب 70. المن ب 70. شوف الفرق 50 درهم فرق. السعر اليوم؟ إيه، لأن البحر اليوم مضطرب وردوا الجماعة وما في صيادين الحين. نعم. فارتفع السوق عندنا. نعم، الأسعار ارتفعت. إيه. اليوم. بالنسبة لنا الصيادين اللي ردوهم هذا محصولهم فارتفع السوق. يعطيك العافية منصور. الله يبارك لك. ما قصرت. مشاهدينا الكرام عند أول دتشة كذلك ننتقل إلى الدتشة الثانية ونتعرف كذلك على الأسعار. السلام عليكم. كيف الحال يا أخوي؟ الحمد لله. ما شاء الله اليوم النغر عندك على كم؟ اليوم هذا العمال في النغر عندك على كم؟ نغر كيلو 25 هذا. الكيلو على 25. الحجم حجم كبير بعد. وبعد شو عندك بعد خبرنا؟ العمال في شيري في سولي في. الشعري على كم عندك؟ كيلو 20 هذا. كيلو على 20. والسولي؟ سولي كيلو 15. كيلو على 15. وبعد شو عندك هناك؟ السمان في. السمان على كم عندك السمان؟ هذا كيلو 25 هذا. 25 السمان. نرفع السمان تحت شوف السمان. الكيلو على؟ هذا كيلو 25. 25 تقريبا كم كيلو السمان؟ هذا كيلو ونص هذا. كيلو ونص، يعني كم سعره تقريبا؟ هذا 65 هذا. 65 درهم. وعندك الربيان على كم كيلو؟ الربيان على كيلو 30 هذا. الكيلو على 30. الأحجام المتوسطة كيلو على 30. كيلو 30. مشكور يا أخوي. شكرا. ما قصرت. مشاهدينا الكرام هذه كانت جولتنا الصباحية في سوق السمك في مدينة بورت بركان، تعرفنا على ما يفرع السوق إلى جانب الأسعار لهذا اليوم. أتمنى الفقرة نالت إعجابكم واستفدتوا ويانا في هذه الجولة. والآن ننتقل للزملاء في الاستديو، لكم الكلمة. إذا نشكر زميلنا محمد على هذه النقلة وهذه الوصلة من سوق السمك، وبالتأكيد عرفنا على الأسعار والنوعيات الموجودة. ننتقل معكم مشاهدين الآن إلى موضوع آخر، حيث أولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة رعاه الله اهتماما كبيرا للمجال التطوعي، فإلى جانب رغبته الصادقة في تقديم المساعدة للمحتاجين من قلب ابن حاني على أبنائه، يؤمن أيضا بدور العمل التطوعي في تعزيز التكافل الاجتماعي الذي يدعم أهمية السلام. ومن هذا المنطلق أمر سموه بإطلاق جائزة الشارقة للعمل التطوعي والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والعالم العربي، حيث تعد الجائزة فرصة مميزة لتكريم كل من يقدم جهودا وأفكارا ومشاريعا تطوعية. الحديث أكثر عن جائزة الشارقة للعمل التطوعي يسعدنا أن نرحب بالأستاذ جاسم محمد الحمادي وهو أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي. صبحك الله بالخير ويا مرحبا بك. صبحك الله بالنور والسرور. أهلا ومرحبا بك أستاذ جاسم، ما شاء الله جهود مثمرة مبذولة من إمارة الشارقة، ونحن حتى في الصباح ذكرنا دائما مبادرات حاكم الشارقة وإمارة الشارقة في غرس روح التطوع والإنسانية سواء كانت على المستوى المحلي أو أيضا على المستوى الدولي، ومنها جائزة الشارقة للعمل التطوعي. فما شاء الله جهودكم دؤوبة، جهودكم مثمرة من خلال تشجيع الأفراد وأيضا الجهات المحلية في إمارة الشارقة بالأعمال التطوعية. خلنا شوي دكتور نتكلم عن أعمالكم وأيضا المحاور في هذا الموسم. ما عندنا مش، حياكم الله. بداية طبعا نشكركم على الاستضافة هذه، والأمر الثاني يعني نحن عندنا طبعا قاعة
قائد السفينة لها تطوع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد قاسم حفظه الله، هو المؤسس لهذه الجائزة وهو الداعم وهو المشجع للأعمال التطوعية طبعا. وله جملة بسيطة دائما احنا رددها في الجائزة وفي كل مكان، وجه ووصى أن التطوع يجب أن يكون عادة تغرس منذ الصغر في الأطفال. صحيح. فهذا التوجيه وهذا وهذه الكلمة والجملة الشافية والكاملة تعد لنا يعني منار لهذا الطريق ولهذا التطوع طبعا. طيب دكتور، أنا أود أن أتعرف كيف أضاف لكم ملتقى الشارقة للعمل التطوعي على جدول أعمالكم لهذا العام للجائزة؟ طبعا نحن في الجائزة دائما نسعى إلى توعية المجتمع بالعمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي، وطبعا الوقوف على أبرز مسجدات العمل التطوعي وعرض التجارب والنجاحات سواء لدى المؤسسات أو الأفراد، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو قطاع أهلي طبعا. طبعا الملتقى دائما يضيف من نتائج دراسات والتوصيات والمقترحات، كذلك التجارب التي يستفيد منها سواء كنا في الجائزة أو المؤسسات والأفراد، تجارب ناجحة كثيرة في المجتمع في التطوع، وخاصة نحن في دولة الإمارات والخليج العربي سباقين في هذه الأعمال التطوعية، سواء كانوا من القيادة الرشيدة أو من أفراد المجتمع أو كذلك حتى من المؤسسات سواء الخاصة أو القطاع الأهلي. طبعا أي ملتقى إحنا نلتقي يجب يعني ناخذ متخصصين وبارزين ولهم أثر تطوعي سواء كان بالناحية العلمية أو الناحية العملية لكي يستفيد الناس من هذه الأعمال التطوعية. طبعا هاي النسخة كانت في ظل الجائحة، ولكن مجلس الأعلى للمجلس الإدارة أصر أن يقام هذا الملتقى، وطبعا نفذنا هذا الملتقى عن طريق البرامج الاجتماعات الحديثة هذه كزوم وتيم، والحمد لله رب العالمين افتراضي نعم، وحصل طبعا الحمد لله قبول وحضور من أفراد من المؤسسات وأفراد المجتمع. نعم. طيب دكتور، مثل ما تعودنا منكم يعني هنالك في جلسات حوارية في لقاءات تعريفية لهذه الجائزة، ممكن هذا الموسم يكون مغاير نوعا ما نظرا لهذه الجائحة، فنتكلم شوي في هذا الموسم طبيعة هذه الجلسات، اللقاءات التعريفية، الأنشطة، الفعاليات المختلفة والمتنوعة واللي دائما يحرص عليها أو تحرص عليها هذه الجائزة. طبعا نحن عندنا يعني الملتقى هذا العام شمت ثلاث جلسات، أول شيء عن النهج التطوعي في الدولة، وكذلك نماذج مؤسسية عن التطوع، وكذلك نماذج مجتمعية سواء كنا في المؤسسات أو في المجتمع، ركزنا عليهم ليش؟ لكي ننقل صورة التطوع وننقل أعمال تطوعية وننقل يعني أن التطوع ما يوقف فقط على أو الملتقيات ما توقف على الحضور مباشرة، لا، إنما وجود متطوعين في الميدان سواء كان في ظل في الجائحة في الأمور العادية نعم، أو في الجائحة أو في الأزمات والطوارئ، ولله الحمد يعني حصلنا نماذج طيبة ويعني تجارب رائدة من الخدمات الاجتماعية، من عندك من القيادة العامة شرطة الشارجة، من أكثر من مؤسسة كانت ناجحة وسباقة في هذا الأمر مما أثر هذا الملتقى. ممتاز. طيب دكتور، عندما نتحدث عن الجلسات والمحاضرات التي قدمت في ضمن إطار الجائزة، نتحدث عن مدى تنوع هذه الجلسات وهذه المحاضرات؟ طبعا نحن في الجائزة نسعى دائما أن نكون مجال التوعية عندنا بشكل كبير ومنوع، في توعية للمجتمع، في توعية للمؤسسات، في توعية كذلك للطلاب سواء كان طلاب الجامعيين أو طلاب المدارس أو الأندية الرياضية والاجتماعية. وكذلك بظل الجائحة طبعا نقلنا هذه المحاضرات والتوعية كلها إلى برامج الذكية هذه من خلال عن طريق إنستغرام أو عن طريق البرامج هذه. فنحن أول شيء قلنا في تحدي، لكن لله الحمد كان في حضور وفي مشاركات وفي فعاليات،
كذلك نحن دائما نحاول ان نربط الناس بالجائزه من خلال طرح بعض المسابقات في الانستغرام، من خلال طرح بعض الاسئله لكي يبقى لكي يبقى المجتمع دائما بالتواصل مع الجائزه، ودائما يتعرف على التطوع، ودائما يرتبط التطوع. وهذا هدف نحن نسعى له، ولله الحمد يعني قدرنا يعني وصولنا لاكثر من 10,000 مشارك يعني في الانستغرام وكذا، هاي شجعتنا كثير. كذلك نحن عندنا مجله التطوع الصغير فيها بعض الاسئله والمشاركات من قبل الاطفال، مما ساهم لوجود الاسر لاقتناء الاسر هذه المجلات ومشاركه ابنائهم لهذه المسابقات، وكذلك قراءه بعض القصص والمقالات في هذه المجلات لكي يستفيد الطفل وتستفيد الاسره، ويكون الاسره يعني مثل ما يتمناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله، تكون اسره متماسكه، اسره تشجع على العمل التطوعي، اسره لها هدف ان هي تقدم للمجتمع وتعطي للمجتمع. صحيح، مثل ما نعرف دكتور يعني هذه الجائزة أيضا تنشق إلى شقين، شق للأفراد وشق للمؤسسات. نتكلم شوي عن دعمكم للأفراد وأيضا دعمكم للمؤسسات، ممكن هناك في أيضا في شروط معينة سواء كانت للأفراد أو حتى هذه المؤسسات؟ طبعا نحن عندنا الفئات المشاركة للجائزة فئات متنوعة، سواء كان أفراد المجتمع من المتطوعين وغيرهم، كذلك المتطوعين يعني من المتخصصين مثلا كأطباء تخصص مثلا، مثلا متطوعين يعني يعملون مجال تطوعي، فرق تطوعية ولجان تطوعية، كذلك عندنا جهات حكومية وجهات خاصة وكذلك وجمعيات نفع عام، كذلك عندنا الأطفال والأسر. الأطفال طبعا نتكلم عن الأطفال المدارس أو الجامعة وطلاب الجامعات، وكذلك للأسر كمشاركة أسرة كاملة في تطوع. هذه فئات كثيرة حاولنا يعني نحن الحمد لله شملنا جميع أفراد المجتمع وجميع مؤسسات المجتمع للمشاركة في هذه الجائزة. ممتاز. طيب دكتور، أمانة تقدمون جهود كبيرة جدا لهذه المسابقة ولكل من يريد أن يقدم هذا التميز للعمل التطوعي، ولكن كيف هو الإقبال؟ هل هناك إقبال لهذه الجائزة والمشاركة لهذه المسابقة؟ طبعا ما أخفيك أن الإقبال على المشاركة إقبال بدأ في ازدياد، وكل عام في ازدياد تقريبا ما يقارب من 40 إلى 50% كمشاركات، ما شاء الله. وكذا تنافس، وكذا حتى الجودة في تقديم الأعمال التطوعية. طبعا نحن يعني الجائزة جائزة تقديرية، جائزة معنوية، وليس جائزة فيها تكريم كمبالغ مادية وكذا، لا، وإنما جائزة تقديرية لهذا المتطوع، سواء كان متطوع كفرد كمؤسسة كذا. وهذا تحدي، لكن بالعكس احنا التحدي هذا رأينا ان المؤسسات والافراد يقبلون على هذه المشاركات، وخلال طبعا الاعوام الماضيه رأينا حتى كذلك النوعيه والنماذج رائعه في المشاركات، وليس يعني نواج مدروسه، تطوع مدروس ومنظم، وخلال وجود ساعات تطوعيه، وفي منافسه بين المتسابقين المشاركين في هذه الجائزه. صحيح. طيب دكتور، امانه انا اريد ان اشير الى موضوع جدا مهم، البعض يعتقد، وهو نوعا ما الى خارج المحاور قليلا، البعض يعتقد بان التطوع دون مقابل، ولكن لا يعلم تماما بان التطوع يأتي بمردود كبير جدا على هذا الشخص المعطاء، يقدم له الخبرة، العلاقات الاجتماعية، يقدم له أيضا تجارب يستفيد منها في حياته القادمة، فبالتالي التطوع يقدم لنا مردود كبير جدا يفيدنا في حياتنا القادمة من الناحية العملية الاجتماعية العلمية وغيرها الكثير من جوانب الحياة. ما رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا يعني لا اخفيك ان يعني انا من ضمن المتطوعين سابقا، سواء كان في العمل او الجهات الخيريه. طبعا انا بقول لك تجارب مريت فيها مع ناس، مع افراد، اول شيء تطوع يرجع لمردود على الفرد نفسه، صح، سواء بالبركه،
سواء كان بالسهولة في الحصول على الخدمات الأخرى، سواء كذلك حتى في يعني في بيته في عمله، تلاقي المتطوع والإيجابي والمتفاعل واللي يسعى لتقديم الخدمات دائما مستقر ودائما مرتاح البال ودائما ليش؟ لأنه يقدم عمل، يقدم عمل لأفراد للمجتمع، لأفراد المجتمع، يقدم عمل لي يمكن محتاج، يمكن يدل على محتاج، يرشد لمحتاج. فهذا الشيء الله سبحانه وتعالى يبارك له. وكثير من القصص سمعتها صحيح، يعني كثير من القصص سمعناها من المتطوعين، يعني ان عاشوا وان بالعكس حياتهم حتى الاسره اذا كانت متطوعه دائما الافراد يلتمون حولها. اذكر مره انا يعني انت تجربه عن شخصين، وديت ابنائي معي في حمله تنظيف صحراء، فصاروا الان دائما متى ما نروح، متى ما ننظف الصحراء، متى نوزع هديه، متى كذا. فصار يعني لهم رغبة ولهم هادس ولهم تجمع في أفراد الأسرة، تجمع خير والتجمع يعني يدل على أن هذه البذرة اللي تسعى لها صحيح الحكومة الرشيدة بقيادة شيوخنا، بقيادة مسؤوليننا، يبغون التلاحم، يبغون الترابط، يبغون أن المجتمع يكون مجتمع يعني متكاتف. دكتور، هذه عملية تكون يجب أن تكون مشتركة يعني بين الأسرة، بين البيئة، المدرسة، لنشر هذه الثقافة. يعطيكم العافية يعني حتى من خلال عملكم وأيضا جهودكم من هذه الجائزة، جائزة الشارقة للعمل التطوعي، تحاولون غرس ونشر مفهوم التطوع سواء كان للأفراد وأيضا المؤسسات وللمجتمع ككل. فيعطيكم العافية الدكتور محمد أو جاسم محمد العافية. الحمادي أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي، شكرا لكم وشكرا على هذه الجهود المثمرة. مشكورين على ما قصرتوا.